الأخبار من ATV العدالة وفيها: إغلاق باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة 2023 بإجمالي 252 مرشحا بينهم 15 مرشحة. طرح 10 ممارسات لإصلاح الشوارع أمام شركات عالمية. البلدية تعلن عن خطة جديدة لرفع مستوى النظافة في البلاد. السكنية تستخدم الذكاء الاصطناعي للرد على استفسارات المواطنين وإنجاز المعاملات. ومن العناوين إلى التفاصيل: البداية من الشأن البرلماني، حيث أغلق باب الترشيح لانتخابات مجلس الأمة 2023 على 252 مرشحا، وذلك بعد تنازل 2، وتقدم 41 مرشحا ومرشحة، 35 ذكور و6 إناث اليوم إلى مجلس إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بطلبات الترشيح في 10 أيام فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة 2023 المقرر عقدها في 6 يونيو المقبل. وبذلك يصبح العدد الإجمالي للذين تقدموا بطلبات الترشيح خلال أيام التسجيل 10 254 مرشحاً، منهم 239 ذكور و15 إناث، في حين أن صافي عدد المرشحين 252 مرشحاً بعد تسجيل حالتي تنازل عن الترشح. ومن هذا المنبر أود أن أقول بأن مجلس الأمة ليس محتكراً على الرجال فقط، والكرسي لا يورث لأحد، وإنما هو حق كفله الدستور لكل من الرجل والمرأة بحق الانتخاب والترشيح. لذلك لابد علينا أن نقوم بالتغيير واختيار وجوه جديدة متعلمة ومتمكنة. يا أخوان، اسقاط القروض ترى هي كذبة، لا تصدقونهم، لا تصدقونهم أنهم راح يستطيعون أن يسقطون القروض. إسقاط القروض ما في إلا طريق واحد فقط، غيره ما يصير، وهي بمكرمة أميرية من صاحب السمو. عدا ذلك ما يصير، دغدغة المشاعر والضحك على الناس. وأيضا من السابق كانوا يحرضون الناس أنهم سوف يسعون لإسقاط القروض، ومنهم من راح اقترض، ومنهم من ورط نفسه. هذا كله كلام ما أخذ خيره. لذلك عليكم أن تختارون صح. سأتبنى جميع قضايا الوطن والمواطن لما آل إليه سوء أحوال البلد، من دمار شامل وانهيار عميق وكلي في جميع مؤسسات الدولة، والمنعكس على تردي الخدمات للمواطنين، والعمل على تنظيف البلد ونهضته وتنميته، وتفعيل حقيقي لمكافحة الفساد بشتى أنواعه المالي والإداري، حيث أن الاستقرار لا يبدأ إلا بالإصلاح السياسي. الصراعات اللي قاعدين نشوفها يا أخوان هي المشكلة الأساسية الآن. سياسة الإقصاء والتمترس خلف فصيل ضد فصيل آخر، والفصيل الآخر ضد الفصيل الثاني. المواطن البسيط شنو ذنبه؟ المواطن يبي يعدل الشوارع، المواطن يبي الآن توفير أدوية. وصلنا لمرحلة أن أدوية غير متوفر، مستشفيات تقول لك هاك هذه الوصفة الطبية وروح حق الصيدلية اشتغل. لذلك يا أخوان الوضع فيه من الخطورة ما فيه، أن لا نصل إلى مرحلة أسوأ من هذه المرحلة. رسالتي اليوم أرجو الالتفات لمطالبنا، وسأسعى كقوة صوت للمرأة في البرلمان الكويتي كقوة وطنية ضاغطة ورشيدة، وللوصول لتحقيق أهدافنا. وعلينا أن نعي كذلك أن الحكومة المثلى هي حكومة القانون للمؤسسات، لا حكومة رجال وأشخاص. ما أطالب به إلغاء جمعيات النفع العام التي تكون لها أذرع سياسية وصارت لها تستغل أمكاناتها ووضعها الاجتماعي في استغلال السياسة والاستفادة من هذا الأمر،
يجب إلغاء هذه الجمعيات كلها ويكون عندنا هيئة باسم صاحب السمو حفظه الله للإغاثة وأعمال الخير، وكل من أراد الفعل الخير والإغاثة والدعوة وأعمال الخير ينطوي تحت هذه الهيئة كما يعني فعلت بعض الدول الشقيقة. إلى ذلك أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس استعداد وجاهزية الأجهزة الأمنية لتنظيم وتأمين العملية الانتخابية لمجلس الأمة 2023 المقرر عقدها في 6 يونيو المقبل. وشدد البرجس خلال زيارته إلى إدارة شؤون الانتخابات على ضرورة العمل لمعالجة السلبيات التي تم رصدها خلال الانتخابات البرلمانية السابقة وطرح الحلول لها، وأكد حرص الأجهزة الأمنية على التعامل مع أي طارئ بما يوفر الطمأنينة للناخبين والمرشحين ويظهر الصورة الديمقراطية الحقيقية لدولة الكويت. في أول قضية تتعلق بانتخابات أمة 2023 تقدم أحد المرشحين بدعوى يطالب فيها بوقف العملية الانتخابية لحين الفصل في الطعن أمام المحكمة الدستورية والمقدم من مواطنين ونواب سابقين على حكم القاضي بإبطال مجلس 2022. نتحول إلى وزارة الأشغال، حيث نشرت الجريدة الرسمية كويت اليوم في عددها الصادر اليوم تفاصيل طرح وزارة الأشغال 10 مناقصات غدا لإصلاح الطرق أمام الشركات العالمية دون وكيل محلي، على أن يكون الإقفال في 15 يونيو المقبل في سابقة تعد الأولى من نوعها. ووفقا لتفاصيل المناقصات فسيكون لكل محافظة مناقصة مستقلة إضافة إلى 3 مناقصات لصيانة الطرق السريعة وواحدة لجسر جابر، على أن تكون جلسة فض العطاءات في نفس يوم الإقفال. وأكدت الوزارة في تفاصيل المناقصات أن الممارسة لا تقبل العروض البديلة وغير قابلة للتجزئة ولا يقبل أي عطاء مشروط، وتبلغ مدة تنفيذ العقد 1095 يوماً. عقدت اللجنة الفنية الكويتية العراقية المشتركة اجتماعها 6 في الكويت اليوم، وترأس الجانب الكويتي السفير منصور عياد العتيبي نائب وزير الخارجية، في حين ترأس الجانب العراقي المستشار الدكتور عثمان سلمان العبودي. وقد تضمن الاجتماع مواصلة الحوار المشترك في الجوانب الفنية والقانونية لترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162، وقد اتفق الطرفان على مواصلة الحوار البناء بين الجانبين في إطار تعزيز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين. أعلنت وزارة التجارة عن حاجتها للتعاقد مع شركات متخصصة في عدد من المجالات العاملة في مجال تطوير وتحديث أنظمتها الآلية التي تعتمد عليها في قطاعات الشركات والتراخيص التجارية ومركز نظم المعلومات ومنظومة صرف المواد الغذائية. ومن بين أهم المناقصات التي تتجه الوزارة لطرحها إنشاء المركز الرئيسي للبيانات وللتعافي من الكوارث وأخرى لحماية شبكتها من خلال مناقصة لتوفير حلول أمن سبراني متكاملة وشاملة وحماية أنظمتها وشبكاتها الداخلية والخارجية من التهديدات والهجمات السبرانية، لا سيما في ظل محاولات الاختراقات المتكررة التي تتعرض لها كافة وزارات وهيئات الدولة من داخل وخارج الكويت. إضافة إلى ذلك مناقصة تطوير أعمال وإجراءات منظومة صرف المواد التموينية الغذائية. أكد مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتكليف راشد العنزي ضرورة الالتزام التام بتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من تشغيل وتسليم المباني العامة التي تخدم المواطنين القاطنين بمدينة المطلع لتوفير المستلزمات الضرورية لهم.
وأضاف العنزي في كلمة له خلال تفقده لعدد من المباني العامة في مدينة المطلع أنه لا مجال لقبول أي أعذار في التأخير في إيصال التيار للقسائم السكنية أو تشغيل المباني العامة، وذلك لحاجة المواطنين، موضحا أهمية عدد من المباني العامة للوقوف على جاهزيتها وإعطائها الأولوية في إنهاء الأعمال وتسليمها، وهي مخفر الشرطة ومركز خدمة المواطن والمركز الصحي والمحلات التجارية والمساجد المحلية ومبنى البلدية. أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية إطلاق مشروع جديد للتواصل مع المواطنين والإجابة عن استفساراتهم عبر تطبيق الواتساب يعمل وفق نظام الذكاء الاصطناعي تشات بوت. وقالت المؤسسة إن الخدمة الجديدة ستدعم الرد على الاستفسارات في وقت قياسي وتقديم إجابات فورية للمستخدمين والتسهيل على المواطن للحصول على المعلومات وربط المشروع مع الموقع الإلكتروني للمؤسسة ومع الخدمات الإلكترونية في تطبيق سهل الحكومي. وبينت أن الذكاء الاصطناعي المستخدم يحاكي بطريقة ذكية المحادثات البشرية ويجيب عن طريق الكتابة على الاستفسارات الخاصة بالأسئلة الشائعة ومواعيد العمل في إدارات المؤسسة والخدمات الإسكانية المختلفة. أعلنت بلدية الكويت انطلاق حملة ديرتنا تستاهل، وتستمر فعالياتها حتى 13 من يوليو المقبل تحت شعار ديرتنا تستاهل، شارك معنا، بيئة نظيفة، حياة جميلة. وقال نائب المدير العام لشؤون قطاع الخدمات في بلدية الكويت مشعل العازمي إن الحملة تهدف أيضا إلى زيادة معدل النظافة وإزالة المخلفات المتراكمة مع التوعية بأهميتها وانعكاسها على الشكل الحضاري للدولة والشعب. رسالتنا كانت تهدف إلى التوعية لإنشاء جيل قادم إن شاء الله في بيئة نظيفة صحية جديدة إن شاء الله. نتمنى من إخواننا المواطنين والمقيمين في الالتزام بإخراج نفاياتهم وفق لوائح وقوانين بالكويت وتعاميم سعادة مدير عام بلدية الكويت. الحملة تقوم بمتابعة من معالي وزير الدولة شؤون البلدية وسعادة مدير عام البلدية والقيادين في بلدية الكويت. حاليا مدراء إدارة النظافة شكلوا فرق متابعة لمفتشين النظافة في محافظات الكويت والتزامهم في عملهم والتزامهم في تغطية التوزيع الجغرافية اللي تم توزيعها في الآونة الأخيرة لكل مفتش زون معين يقوم بمتابعتها ومراقبة الشركات المتعاقدة مع بلدية الكويت ورفع أي تلوث بصري أو أي نفايات كانت موجودة على الأرض ومحاسبة من قام برمي تلك النفايات. اليوم الأمر عن حملة النظافة ديرتنا تستاهل بتوجيهات من وزير الدولة لشؤون البلدية مدير عام بلدية الكويت أن تكون هناك الحملة الثانية، بدأت من شهر مارس والآن مثل ما أنتم شايفين انطلقت اليوم الحملة، وهي الحملة طبعا راح تكون مكثفة، حملة راح تكون فيها فرق رغبية منتشرة في جميع أماكن المحافظة أو المحافظات بشكل عام لرصد جميع المخالفات اللي موجودة على دولة الكويت. وللأمانة راح تكون البلدية لها دور كبير في هذه الحملة. أيضا طبعا استهدفنا رسالة توعية للمواطنين أو المنشآت أو الشركات الخاصة أو المناطق التجارية. طبعا إدارة النظافة هي إدارة مهمة جدا في مستوى الدولة، وهي طبعا شعبة من شعب الإيمان، وطبعا النظافة من الإيمان. هذا شيء مفترض أن كل واحد مواطن أو مقيم يكون باعتباره هذا الشيء. احنا طبعا نتطلب في المرحلة القادمة بأن تكون الجميع يتعاون مع النظافة في هذا الجانب، وإن شاء الله الكويت سوف تكون أجمل وأجمل وأجمل إن شاء الله. قدمت الهيئة العامة للزراعة طلبا للمجلس البلدي بشأن تخصيص قطعة أرض لإقامة مأوى لرعاية الكلاب الضالة. وذكرت الهيئة في خطاب موجه من المدير العام للهيئة بالتكليف مشعل القريفة إلى رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري أن الطلب يأتي نظرا لتفاقم مشكلة الكلاب الضالة في الكويت وما لها من آثار اجتماعية وصحية سلبية وكثرة شكاوى المواطنين والمؤسسات الوطنية من هذه الظاهرة،
مؤكدا بأن الهيئة ترغب بأن يخصص المجلس البلدي قطعة أرض بمساحة 10,000 متر مربع في أحد المناطق البعيدة عن الكتلة السكنية والتجارية، وأوضح بأن الأرض ستكون مأوى لرعاية الكلاب التي يتم جمعها وتعقيمها وإيداعها في هذا المأوى طبقا لبرنامج علاج مشكلة الكلاب الضالة وتقليص أعدادها التي تقوم بتنفيذها شركة متخصصة في هذا العمل. اليوم 3 لرحلة شركاء الخير في نسختها 13 إلى قرغستان، شهد افتتاح العديد من المشروعات الخيرية التي تقدمها جمعية الصفا الخيرية الإنسانية، شملت مساجد ودارا للأيتام والعديد من الفعاليات التي استهدفت الأرامل والأيتام. وأبدى المتبرعون والمشاركون في حملة شركاء الخير 13 سعادتهم بنجاح هذه الرحلة الخيرية وجهود جمعية الصفا الخيرية. كاميرا ATV تنقل لكم جولة شركاء الخير 13 في يومها 3 من قرغستان. هذا اليوم الثالث لمشاريعنا اللي زرناها. زرنا دار أيتام يوسف ونوره. الواحد لما يتكلم عن هذه الدار والله يعجز اللسان أن يتكلم عن الطلبة والطالبات والبرامج اللي عملوها، لكن يعني في القلب غصة، في القلب رحمة على الأيتام. لكن بفضل الله عز وجل زرنا هذه الدار وشفنا البرامج، شفنا الطلبة والطالبات. الطلبة والطالبات يتمنون أنهم يزورهم أي أحد من الكويت، يتمنون أن أي ضيف يكون معاهم. والحمد لله اليوم الوفد المرافق لنا زرنا هذه الدار واستمتعنا بالبرامج والفقرات اللي عملوها، وانتهينا بوجبة غداء خفيفة معاهم وأنشطة أخرى. بعد ذلك ذهبنا إلى مسجد، افتتاح مسجد، والحمد لله افتتح هذا المسجد وكان المصلين جميعا متواجدين والقرية متواجدة وكانوا متشوقين لهذا الافتتاح. وبفضل الله عز وجل ثم بفضل المساهم الكريم اليوم افتتحنا هذا المسجد، وبعد ذلك مسجد آخر أيضا وجدنا جمهور ما شاء الله تبارك الله ينتظرنا لافتتاح المسجد الآخر. نحمد الله عز وجل إن الله سبحانه وتعالى مكننا أن نوصل إلى هذه الجمهورية ونعمل هذه المشاريع بفضل الله عز وجل ثم بفضل المساهمين الكرام. لا يسعني إلا أني أشكركم وأشكر كل مساهم، وأشكر أخواني الأفاضل سواء المصورين أو الصحافة أو غير ذلك على يعني مساهمتهم بوجودهم وحضورهم هذه الاحتفالات الجميلة. نسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن تكونوا عوناً لأخوانكم المسلمين في شتى أنحاء العالم، سواء الناشطين أو المتبرعين كلهم يعني عندهم حافز كبير في التبرع وفي أيضاً نشر هذه المشاريع لإخوانهم وأخواتهم المحتاجين داخل هذه الجمهورية. اليوم لما نتكلم عن قرى الأرامل أو دور الأيتام والمستشفيات أو غير ذلك، الكل مستعد إنه والله يضحي علشان يحضر هذه الاحتفاليات وينشر هذه الاحتفاليات وأيضا يساهمون بهذه المشاريع الكبرى. نسأل الله عز وجل أن يأجرهم وأن يبارك في أعمارهم وأن يحفظهم بحفظه وأن يخلف عليهم بالعفو والعافية والصحة والسلامة. الحمد لله كان عندنا مسجدين وكان عندنا شبكة مياه كذلك بالأمس، وأمانة المشاركين سواء من لجنة الصفا أو من الأخوان المتبرعين أو الناشطين والإعلام اللي حضروا أمانة كان لهم الجهد الكبير في إنجاح هذه الرحلة أمانة، وجهودهم كلهم مشكورة أمانة لإنجاز هذا العمل إن شاء الله. شلون شفت يعني الرحلة؟ شلون شفت الشعب هني؟ شفت احتياجات الناس المتبرعين؟ أمانة أول زيارة لي لهالدولة هذه ولمست فيها الحاجة والحب والكرم وأمانة الحاجة للعمل
سواء في التعليم، قطاع التعليم أو قطاع المياه أو قطاع المساجد أو قطاع المدارس، في حاجة كبيرة لهالشعب هذا بسبب قلة الموارد يعني أمانة، وهم خارجين من يعني عقود من الزمن تحت نظام احنا كلنا عارفينه، والانفتاح اللي صار لهم وقدرتهم الحين لممارسة ديانتهم بشكل واضح، الحمد لله عندهم رغبة وعطش أمانة كبير لهذه المشاريع. أول شيء أشكركم على المقابلة، وبعدين جزاهم الله خير لجنة الصفات وخصوصا الشيخ محمد عبد الرحمن الشايع ما يقوم فيه من مجهودات، والحمد لله بفضل من رب العالمين تم افتتاح عدة مشاريع، مساجد وأبار مياه، والحمد لله هذا فضل من رب العالمين ومن جهود المتبرعين اللي حضروا لهذا، وإن شاء الله يكون في ميزان حسنة الجميع. نعت الهيئة العامة للرياضة ببالغ الحزن والأسى المغفور له بإذن الله لاعب منتخب الكويت والقادسية السابق لكرة القدم رضا معرفي الذي وافته المنية بعد رحلة عطاء طويلة لاعبا وإداريا ومسؤولا رياضيا. وقال المدير العام للهيئة يوسف البيدان إن الفقيد كان أحد قيادي الرياضة الكويتية عبر سنوات طويلة منذ أن كان لاعبا مع المنتخب الكويتي وناديه، وكذلك عبر العمل الإداري إذ تقلد العديد من المناصب الرياضية كان آخرها شغله منصب أمين السر في ناديه القادسية.